السلام عليكم من منطقة جديدة ومسار جديد. اليوم احنا موجودين في مسار بتسمى مسار وادي القرن. وادي القرن موجود في الجليل الأعلى الغربي بعد عكا ونهرية بالضبط على الحدود اللبنانية. الجبل اللي على اليسار أو على الشمال باتجاه الشمال 5 كيلومتر بالضبط منكون في الحدود اللبنانية. هذا الوادي بيجي من قمم جبال الجرمق في الشرق. جبل الجرمق 1208 متورة، وبعض القمم اللي موجودة حواليه سلسلة جبال ميرون. بيمتد الواد ليصل لحديد البحر المتوسط بطول 42 كيلومتر. منطقة خلابة، منطقة غنية بالأشجار، بالمياه، بالنبعات، مليان أشجار الغار والغار والبطم والخروب موجود، والسريس ما شفتش، أشجار متنوعة منها الدفلة كمان موجودة. بين يسير الواد هذا بين الصخور الجيرية الطرية نوعا ما، إلا إنها صلبة مش طرية، ومنطقة ولا أروع ولا أروع. مسار غاية في الجمال. وفي بعض الأسماك اللي موجودة، أسماك المشط الأصفر بسموها. عرفت كيفاش الكاميرا ممكن تطولها وتجيبها. أما في أسماك جميلة، أسماك مشط أصفر على طول الواد، على طول الواد. كيفاش نمشي في الواد بنشوف الأسماك بأحجام مختلفة متنوعة. هذا الواد جميل جدا، إلا إنه شوية بعيد وعر، إن نزول لإله الوصول لإله شوية متعب، والصعود الخروج منه كمان شوية برضه صعب، غير إذا الواحد بظل مكمل بوصل للقلعة اللي موجودة في الغرب، قلعة المنفرت، القلعة الصليبية دمرها الظاهر بيبرز في 1260 1270 تقريبا، 1260 دمرها وطرد الصليبيين اللي كانوا في البلاد هون، وبقيت خراب من هذيك الأيام. لايك like.